السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فيها الغردقة وشرم الشيخ. تشييع جثمان الرئيس التشادي وماكرون يؤكد أنه لن يسمح لأحد بتهديد أمن نجامينا. والهند تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية لإصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي. الثالثة عصرا، الواحدة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم، والبداية مع آية لطفي. أهلا بك آية. شكرا لك نهى، وأهلا بكم مشاهدينا. والبداية حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التوافق خلال الاتصال على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ. هذا ورحب الرئيس السيسي بهذه الخطوة معربا عن التطلع إلى أن يمثل هذا القرار قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما. هذا وتناول الاتصال الأوضاع في ليبيا وملف سد النهضة ومحطة الضبعة النووية. وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية على كافة المستويات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو دكتور عمرو الديب، أستاذ العلوم السياسية. دكتور عمرو، بداية أرحب بك معنا على شاشة إكسترا نيوز. كيف تابعت تفاصيل هذا الاتصال وأهم المجالات التي تم بحثها بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي خاصة في مجال السياحة؟ اهلا وسهلا بكم مره اخرى. اولا في كلمتين فقط، يعني هذا الاتصال وهذه الدعوه الروسيه بارسال او فتح مره اخرى السياحه الروسيه في مصر هو نجاح. نعم. السياسه الخارجيه المصريه والدبلوماسيه بشكل عام المصريه، لان النفس الهادئ والطريق الهادئه هي دائما التي تكسب في النهايه. وبعد مارس طويل اكثر من 6 سنوات، يعني القرار جاء من روسيا نفسها وليس منا نحن، وباتصال وبمبادره روسيه، مبادره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بابلاغ الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار المهم، والذي بالفعل كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه سيكون له تاثير ايجابي بالغ في مستوى العلاقات الثنائيه التي تمر بفتره يعني مزدهره جدا على جميع المستويات. لا ننسى منذ ايام تم الاتفاق على تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك فايف في مصر، وهذه خطوة أيضا من الخطوات المهمة جدا ليس لمصر فقط ولكن لمنطقة الشرق الأوسط. مسألة فتح خط إنتاج أو تصنيع اللقاح هذا في داخل جمهورية مصر العربية أمر في غاية الأهمية ليس لمصر فقط ولكن للمنطقة ككل. العلاقات الثنائية الروسية المصرية بسبب الوضع العالمي الصعب جدا على جميع الأصعدة علاقات في غاية الأهمية، وتتم من خلالها العديد من الأمور المهمة سواء في منطقتنا أو سواء في الوضع الدولي العام بشكل عام. الملف الليبي، الملف اليمني، الملف السوداني، الأزمة حاليا في سد النهضة. عندما زار وزير الخارجية الروسي من فترة القاهرة تكلم عن هذا الأمر وأن روسيا بالفعل مستعدة للتدخل في هذا الملف بقوة من أجل الدفاع، ليس الدفاع ولكن الوقوف إلى جانب الحق المصري في الحفاظ على حصة مصر. نعم، ولكن دكتور عمرو، من الواضح أن هناك ثقة كبيرة من الجانب الروسي في مصر على كافة المستويات. نرى أن هناك إقبال وتعاون كبير في مجال السياحة الفترة القادمة وعودة للطيران مرة أخرى. يعني هل هذه الثقة بسبب إدارة مصر لجائحة كورونا بأعلى مستوى الفترة الماضية؟ يمكن أن نقول ذلك، لماذا لا؟ ولكن يعني الثقة يمكن يعني تتعدى هذا الأمر، تتعدى مسألة كورونا. كورونا أمر خطر أو خطير لجميع دول العالم، الكبرى منها والصغرى، العظمى منها والضعيفة، يعني هذا الأمر للجميع. ولكن مسألة عودة السياحة الروسية إلى مصر خصوصا مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، الغردقة وشرم الشيخ تمتازان بأنها ليست مدن سكانية كبيرة، يمكن بالفعل التحكم في مستويات الخطر الخاص بفيروس كورونا، وهذا الأمر
يعني يميز شرم الشيخ خصوصا والغردقة في درجة ثانية عن كافة المدن السياحية في دول العالم، يعني كافة المدن السياحية في دول العالم كلها هي مدن سكانية فيها ملايين من البشر، لذلك مسألة الإصابة ومسألة انتشار الفيروس أسهل كثيرا من مدن مثل شرم الشيخ والغردقة، لذلك يعني روسيا لم ترسل سكانها ولم ترسل شعبها لكي يمرضوا في مصر، لأن هو الدولة تعلم مصالحها بشكل واضح، وهذه المصالح ترى في أن فتح السياح مرة أخرى الروسية في مصر هو أمر يعني يضمن المصالح الشخصية لروسيا، مصالح روسيا الذاتية ومصالح العلاقات المشتركة المصرية الروسية، ولا يجب أن نحصر التقارب المصري الروسي في السياحة، يعني كان هناك تقارب مصري روسي منذ عام 2013 منذ أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، قابله الرئيس فلاديمير بوتين، يعني الرئيس فلاديمير بوتين قابله مرتين، يعني عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها وزيرا للدفاع منذ هذا الوقت 2013 وحتى الآن، وروسيا فتحت لها آفاق، وأنا دائما أقول ذلك، مصر كانت البوابة لروسيا، البوابة الشرقية في الشرق الأوسط والبوابة أيضا لقارة أفريقيا، ولذلك تم اختيار عندما كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقي تم اختيار هذا التوقيت خصوصا عندما كانت مصر رئيسة للاتحاد لكي تتم القمة الأفريقية الروسية الأولى، ولولا مصر ولولا جهود مصر وجهود حتى الشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كانت نجحت بالشكل الذي رأيناه القمة الأفريقية الروسية في سوتشي منذ عامين على ما أظن، لذلك لا يمكن أن نحصر العلاقات المصرية الروسية في السياحة فقط، العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة مهمة جدا وفي جميع الملفات صحيح. مهمة جدا ونرى نتائجها في الكثير من الملفات وخصوصا الملف الليبي وأيضا الملف السوداني. نعم دكتور عمرو الديب أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، أنا بشكرك شكرا جزيلا. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وذلك احتفالا بذكرى يوم العاشر من رمضان، وتحدث خطيب الجمعة أن رمضان شهر الانتصارات ومستشهدا بيوم بدر ثم فتح مكة، واختتم الخطبة بالحديث عن يوم العاشر من رمضان وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رد العدوان، وقد أدى الصلاة مع الرئيس السيسي كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قيادات القوات المسلحة وكبار رجال الدولة والمسؤولين. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 39 لعيد تحرير سيناء، وأكد رئيس مجلس النواب أنها مناسبة وطنية جليلة حقق فيها رجال القوات المسلحة الباسلة أروع نصر في التاريخ العربي، وحيا رئيس مجلس النواب شهداء مصر الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن وعرضه بأرواحهم الطاهرة. هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 39 لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة والتي ستظل دائما وأبدا فخرا للجميع تذكر بنصر أكتوبر أو العاشر من رمضان المجيد والذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداء للوطن وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته. وفي برقيته عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادته كي تحافظ مصر على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.
بعث دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى 39 لعيد تحرير سيناء. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 39 لتحرير سيناء. وقال وزير الداخلية إنه إذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية نحيي دائما بكل فخر واعتزاز ذكرى الشهداء البواسل الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الذكية من أجل رفعة هذا الوطن وتحرير ثراه الطاهر من دنس أي احتلال أو عدوان، مشيرا إلى الاحتفال في الوقت ذاته ببطولات رجال القوات المسلحة في دحر الإرهاب وتطهير سيناء من فلوله ورموز التطرف. كما بعث وزير الداخلية برقيتي تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. تنشر وزارة الداخلية الخدمات والارتكازات الأمنية على طول الطرق والمحاور الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك لبسط الأمن والتصدي لأي محاولات تهدف للخروج عن القانون. وتفعيلا للدور الإنساني والاجتماعي للوزارة تقوم الخدمات والأقوال والارتكازات الأمنية على الطرق بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين. يؤدي رجال الشرطة واجبهم لتحقيق الأمن والاستقرار، خدمات أمنية تنتشر في كل مكان، ففي الوقت الذي يتسابق فيه الجميع في شهر رمضان المبارك للحاق بموعد الإفطار وتخلو الشوارع من المارة، يقف هؤلاء للتأمين وبسط الأمن على استعداد تام وجاهزية مطلقة لردع الخارجين عن القانون. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. ولم يقتصر دورهم على ذلك، إنما امتد أيضا كما نرى هنا تقديم وجبات جاهزة لإفطار الصائمين على الطرق والذين لم يسعفهم الوقت لإدراك موعد الإفطار في منازلهم. ومع انطلاق آذان المغرب قامت مديريات الأمن ومن خلال الأقوال الأمنية على الطرق المختلفة بتوزيع وجبات إفطار جاهزة على مرتاد تلك الطرق، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. كل سنة طيبين ويقعد على مصر كلها بخير، والشرطة بنعايد عليهم وهم بيعايدوا علينا. كل سنة طيبين. كل سنة طيبين. ربنا يستر عليكم. كل الشرطة وكل الجيش وكلهم إخواتنا. كلهم إخواتنا وكل سنة طيبين. الشرطة دايما جاهزة وحامة لينا يعني. إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظة سوهاج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تابعت الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج على مدار الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه يتم استقبال حالة فيروس كورونا ب17 مستشفى على مستوى المحافظة. وأكد مجاهد توافر كافة الخدمات الطبية بالمحافظة وكذلك توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات في سوهاج بإجمالي سعة 47,890 لترا من الأكسجين بتنكات المستشفيات، ومشيرا إلى أنه تم إرسال إمداد طبي عاجل إلى سوهاج خلال الأسبوع الجاري لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
أكدت الدكتورة غادة والي وكيلة السكرتير العام والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تزايد معدلات الفقر واللامساواة في العالم نتيجة التوسع السريع غير المخطط في بعض المدن، مشددة على أهمية تبني تصميم حضري شامل من أجل منع الجريمة وتنمية مدن آمنة. جاء ذلك خلال كلمتها أمام جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منع الجريمة في المدن، حيث شددت والي على أهمية العمل لتقليل الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية وارتفاع نمو عدد سكان المدن، واختتمت بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الجماعية من أجل الاستجابة لاحتياجات الشعوب في الأمن والسلامة. هذا وألقت البيان الوطني لمصر أمام جلسة النقاش العام للأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، حيث أكدت على التزام مصر الدائم بمعالجة الجريمة والعنف والحرص على تحقيق الأمن والسلامة والتنمية الإنسانية في المجتمعات الحضرية. واستعرضت القباج الجهود المصرية المختلفة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تقليل الفقر والحد من اللامساواة بين الفئات المجتمعية وتحقيق الشمول الاجتماعي. وأبرزت حرص مصر على تركيز برامج التضامن الاجتماعي على فئة الشباب، كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها البرامج الرئاسية الهادفة إلى القضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن، فضلا عن برامج التوعية التي تستهدف المنتقلين من المساكن العشوائية إلى المساكن المجهزة التي وفرتها الحكومة لهم في ذات المناطق بعد تطويرها. ظلت قرية القراية تابعة لمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر لعقود محرومة من الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للعيش الكريم، وتعد قرية القراية واحدة من 34 قرية في المحافظة دخلت المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قرية القراية مركز إسنا محافظة الأقصر. أول حاجة شبكة المية، شبكة المية حاجة صعبة جدا خالص. أول حاجة انقطاع المية، ثاني حاجة ضرب المواسير في الشوارع، رقم اثنين السفلت بتاعت الشوارع، والشوارع عندنا طبعا العشوائية في الشوارع، شوارع متر ونص ومترين عندنا داخل القرية. وبالنسبة للشارع العمومي أو المدخل الرئيسي للقرية الأسفلت بتاعه مكسر، عندنا عدد كبير يعني جدا في بالنسبة لعدد السكان. ثاني حاجة ما فيش صرف صحي عندنا، عايزين نردم الترعة، ترعة من الترعتين دول. في معانا كرة في البلد من فوق لو وصلها مية ولا أي مرافق. مبادرة حلوة وما يشكر الرئيس، حضرة الرئيس طبعا على المبادرة الجميلة دي. احنا يا ريت عايزين البلد تبقى من مكان لمكان ثاني. تواصل الحكومة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي هذا الإطار أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم البدء في تنفيذ 51 مركزا المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي، وأشار إلى أنه يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروعا في 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية، وبما يغطي حوالي 84% من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة. وأوضح اللواء شعراوي أنه يتم التجهيز لتنفيذ عدد 3767 مشروعا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهز للتنفيذ. قال
قرية المساوية التابعة لمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر ظلت لعقود محرومة من الخدمات الأساسية وتفتقد للبنية التحتية الضرورية للعيش الكريم، وهي واحدة من 34 قرية في المحافظة دخلت المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم البالغة بإدراج قريتهم ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة. أهالي قرية المساوية مركز إسنا محافظة الأقصر كان من أشد المشاكل اللي بنعانيها مشكلة الصرف الصحي، الصرف الصحي والمياه الجوفية. المشكلة دي قسمين، الصرف الصحي طبعا ما فيش صرف صحي مناسب، فمنسوب المياه الجوفية في البلد وفي المنازل مرتفع. لو أنت حضرتك شفت المياه عندنا، المياه تكاد تكون ملوثة، مياه الشرب كلها معظمها المواسير مكسرة مخلوطة على بعض الصرف الصحي بالمياه. مبادرة جميلة طبعا، والناس كلها فرحت بالمبادرة لأنها هتحاول تغير تغيير تام في القرية، هتمسك القرية من أول حاجة لحد آخر حاجة فيها هتتم تغيير الشبكة تماما. احنا نشكر الدولة إن حطتنا في حياة كريمة. بشكر القيادة السياسية على رعاية القرى المصرية وتكون في موازية للإصلاح الاقتصادي في البلد، سواء محاربة العشوائيات وسواء محاربة الاعتداء على الأراضي الزراعية. والله إحنا طبعا سعداء كل السعد بيها وبنحيا بيها، وعندنا أمل أن نعيش حياة الكريمة اللي بنحلم بيها يمكن من أكثر من قرن. فطلعنا إحنا من صغرنا من في السبعينات وإحنا بنحلم بالحياة الكريمة دي. أتمنى من الله التوفيق وأن يكون في حياة كريمة في القرى، في قرية المساوية والقرى مصر جميعا بإذن الله تعالى. قالت دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حملة المليون ريادي تستهدف الشباب المصري من جميع الأعمار والفئات، وأشارت إلى أن الحملة توفر البرنامج التدريبي الكامل عبر الإنترنت مع توفير مدربين على أعلى مستوى وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج. تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 50% إلى 52% من مستويات 2005 بحلول عام 2030، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تغير المناخ يعتبر تهديدا وجوديا. تعهدات قوية قطعها قادة العالم خلال قمة المناخ التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو. الإدارة الأمريكية تعهدت بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 50 إلى 52% من مستويات 2005 بحلول عام 2030. وضمن استجابتنا المناخية يكمن محرك استثنائي لخلق الوظائف جاهز للإطلاق، ولهذا السبب اقترحت استثمارا ضخما في البنية التحتية الأمريكية والابتكار الأمريكي للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يقدمها تغيير المناخي. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره أكد أن تغير المناخ يعتبر تهديدا وجوديا، مشيرا إلى ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة إلى مستويات غير مسبوقة. نحن نقف على حافة الهاوية ويجب أن نضمن أن الخطوة التالية هي في الاتجاه الصحيح. أيها القادة في كل مكان يجب أن نتخذ الإجراءات، أولا عبر بناء ائتلاف لانبعاثات صفر انبعاثات.
من جانبه أكد الرئيس الصيني أن التغير المناخي يفرض تحديات كبيرة على التنمية. التغير المناخي يفرض تحديات شديدة للتنمية البشرية، والمجتمع الدولي يجب أن يتضافر جهوده من أجل حماية الشعب والطبيعة. كما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم. إن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغيير المناخي، وقمنا خلال رئاستنا مجموعة 20 العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد أعرب عن اهتمام بلاده بمضاعفة الجهود الدولية لمجابهة مشكلة التغير المناخي، موضحاً أن الأمر يقرر مستقبل الكوكب وتنمية البلاد. روسيا قامت بإطلاق برنامج تجريبي لإيجاد وسيلة أيضاً للاتجار في الكربون، وهذا يسمح لهذه المنطقة في روسيا بأن تخفض انبعاثات استخداماتها من الكربون إلى الصفر. العديد من الملفات ناقشتها القمة، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري وسبل تنفيذ الدول لتعهداتها بهذا الشأن، خاصة البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب في الجانب الأكبر من الأزمة. كذلك بحثت القمة الالتزامات الخاصة بالتغير المناخي، ومنها تمويل برامج الطاقة النظيفة والابتكارات والتحول إلى ما يعرف بالمشاريع الخضراء ودور أسواق رأس المال في هذا المجال. شيع غوثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي في العاصمة نجمانيا بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القادة الأفارقة، ووصل نعش ديبي إلى ساحة الأمة على منصة شاحنة صغيرة وقد لف بالعلم الوطني ويحيط به جنود من الحرس الرئاسي. ومن جانبه قال ماكرون إنه لن يسمح لأحد بتهديد تشاد. تتوقع وزارة العدل الأمريكية توجيه الاتهام إلى ما لا يقل عن 100 آخرين بالمشاركة في الهجوم الدموي على مبنى الكونغرس. وقال المدعون الاتحاديون في وثائق قدموها للمحكمة إنهم وجهوا اتهامات لأكثر من 400 فيما يتصل بهجوم الكابيتول، وأضافوا أن التحقيق مستمر وتتوقع الحكومة توجيه الاتهام لما لا يقل عن 100 آخرين، مما يشير إلى أن الوقت لا يزال طويلا أمام الادعاء للانتهاء من التحقيق في الهجوم. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يدين التميز ضد المجتمعات الأسيوية في الولايات المتحدة، كما أقر استحداث منصب جديد في وزارة العدل للإسراع بمراجعة جرائم الكراهية المحتملة والمرتبطة بفيروس كورونا، وصوت لصالح المشروع 94 عضوا مقابل صوت واحد ضده. أتى حريق مجهول الأسباب على جزء مهم من سفارة فرنسا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأكد السفير الفرنسي أن عدم وجود مصابين لكن الأضرار كبيرة، موضحا أن سبب الحريق لا يزال مجهولا. وتوجه رئيس أفريقيا الوسطى فاوستين أرشانغ تواديرا وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم، كما اتجهت عناصر من الحماية المدنية المحلية وآخرون من بعثة الأمم المتحدة ومفرزة الدعم التشغيلي التابعة للجيش الفرنسي والمكلفة بتأمين مطار بانجي إلى السفارة لإخماد الحريق. انطلقت مركبة سبيس اكس محملة بأربعة رواد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعد هذه المهمة هي الثالثة من نوعها التي تنفذها هذه الشركة منذ معاودة الولايات المتحدة الرحلات المأهولة إلى الفضاء، ويفترض أن تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية في أقل من 24 ساعة.
وإلى ملف كورونا، حيث أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في ألمانيا ارتفع بمقدار 27,543 حالة. وبحسب البيانات فقد ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 3,245,000 حالة. وأظهرت الحصيلة أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع إلى 81,158 حالة وفاة بعد تسجيل 265 وفاة جديدة. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده باتت تسيطر على جائحة كورونا، وأشار إلى تراجع الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، ومضيفا أنه سيلتزم بخطة حذرة في تخفيف قيود الإغلاق. وأضاف أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 من مايو، على أن ترفع كافة القيود في 21 من يونيو. سجلت الهند أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، تجاوزت 330,000، وقفزت الوفيات بالفيروس في الساعات 24 الماضية بمستوى قياسي، حيث قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 2,263 وفاة، في حين حذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد بما في ذلك العاصمة نيودلهي من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاذ الأكسجين. وجاءت الزيادة في الحالات بينما اندلع حريق في مستشفى بإحدى ضواحي مومباي يعالج مرضى كورونا، وأودى بحياة 13 في أحدث حادث تتعرض له منشأة مكتظة بالمصابين بفيروس كورونا في الهند. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجازة رسمية مدتها 10 أيام في مايو من أجل مكافحة وباء كورونا، والذي يتراجع ببطء شديد بحسب الأرقام الرسمية. وقال بوتين خلال اللقاء المتلفز ردا على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية، والتي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء، إنه وقع على المرسوم بعد تأكيد السلطات الصحية على ضرورة العطلة الرسمية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامنا مع رفض قانون التعليم الجديد. وأشار المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، ومشددة على أن النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي إلكترونيا على التابلت داخل لجان بالمدارس. عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة اجتماعها بتقنية الفيديو كونفرنس، وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى، والتي تتضمن مليون فدان منصفة بين الوزارتين، وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاجتماع ناقش أيضا الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتان لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالي، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين. قررت الهيئة الوطنية للصحافة عقب اجتماع هيئتها مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بمنع تحويل الإداريين إلى صحفيين حفاظا على مهنة الصحافة والقواعد والأصول المعمول بها، إلا فيما يتعلق بالحالات الاستثنائية والكفاءات النادرة وبعد عرضها على الهيئة لاعتمادها. مزيد من القرارات التي اتخذتها الهيئة في سياق العرض التالي.
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط افتتاح 12 مسجدا بالمحافظة. وصرح دكتور عاصم قبيسي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أن المساجد التي جرى افتتاحها خلال الشهور الأخيرة بلغت أكثر من 140 مسجدا، وأضاف أن هذه المساجد تخضع للإشراف الكامل من وزارة الأوقاف بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي ويواجه الأفكار المغلوطة. مديرية أوقاف أسيوط عدد 12 مسجد على مستوى مراكز المحافظة بعد اعتمادها من معالي الأستاذ الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه بمديرية أوقاف أسيوط قرابة 140 مسجد حتى الآن ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة المساجد. أغلب هذه المساجد تم فرشه عن طريق وزارة الأوقاف. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. وحددت اللجنة 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95. واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021. كما جاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا. أكد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تراعي في تحديد أسعار المنتجات البترولية البعد الاجتماعي، مشددا خلال اتصال هاتفي مع إكسترا نيوز على أن اللجنة قررت تثبيت سعر السولار مراعاة للمواطنين، ومشيرا إلى أن أسعار البنزين لم يتم تحريكها طوال عام كامل. اللجنة أوصت أن يتم تعديل الأسعار بزيادة 25 قرشا لكل أصناف البنزين. والحاجة المهمة بقى أن تم تثبيت سعر بيع السولار. عارفين السولار بيخش في نقل الميكروباصات، بيخش في ما يتعلق بانتقالات الناس، فيما يتعلق بنقل البضائع، فتم تثبيت سعر بيع السولار. أيضا سعر المازوت للقطاع الصناعي تم تثبيته. فإحنا بنقول أن هذه الأسعار هي بيتم مراعاة فيها البعد الاجتماعي أيضا، لأن طبعا دي أسعار، يعني الاسعار الموجوده دي ملهاش دعوه باسعار السوق، باسعار السوق العالمي. الاسعار دي مرتبطه بسعر تكلفه اتاحه المنتج للمستهلك المصري. خلال الفتره اللي هي من يناير مارس حصل تذبذبات قويه جدا في اسعار برنت العالميه. احنا في يناير وفي دلوقتي الاسعار فيه كان تذبذبات، حاليا دلوقتي كان في تذبذبات بالمقارنه بيناير كان حوالي اكثر من 30% زيادات حاليا. فبالتالي هي اللجنة بتراعي وبتقيم عشان تقدر تصل إلى القرار السليم وتقدر تحدد الأسعار بالنسبة للربع اللي جاي اللي هو إبريل ومايو. خطوة وثقة تمضي الدولة المصرية على درب توفير حياة كريمة لمواطنيها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع أثر تداعيات فيروس كورونا. جهود الدولة ترجمتها على الأرض مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل قطاعات أكبر من المواطنين بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يأتي من بين إجراءاته ترشيد التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة من المنتجات البترولية لتحويل هذه المخصصات لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وغيرها. لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وبعد استعراض متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه قررت تثبيت سعر بيع السولار والمازوت للقطاع الصناعي، تلك الخطوة التي جاءت لعدم تحميل المستهلك زيادة في أسعار السلع أو المواد الغذائية نتيجة زيادة تكلفة النقل أو زيادة أسعار المواصلات تخفيفا على المواطنين،
كما قررت اللجنة تعديل أسعار البنزين. يأتي ذلك في ظل النجاحات التي يحققها قطاع البترول على مختلف القطاعات والاكتشافات البترولية الجديدة وتنافس الشركات العالمية للاستثمار في مصر. قرارات اللجنة جاءت في إطار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وبعد أن استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واللذين يعتبر أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى على مدار عام كامل. لم تلجأ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للزيادة رغم وجود طفرات سعرية في المنتجات البترولية عالميا، مثلما لم تلتزم به عند صدور قرارها الحالي، حيث راعت عملية التسعير ظروف المواطنين في المقام الأول دون النظر إلى السعر العالمي من حيث تثبيت أسعار السولار والمازوت، كما أن تعديل سعر البنزين تم في أضيق الحدود. انطلقت ليالي رمضان الثقافية بالبحر الأحمر والتي تستمر لأكثر من 10 أيام بمختلف مدن المحافظة، وبدأت الفعاليات الأولى بالغردقة بمشاركة فرقة قنار الإنشاد الدينية، كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان المبارك. بدأنا ليالي رمضان الثقافية، احنا بدأناها من أول امبارح، بدأت في مدينة القصير، والنهاردة أول يوم تبدأ في مدينة الغردقة في النادي الاجتماعي. اتكلمنا عن برامج ليالي رمضان في كل قصور الثقافة التابعة لمحافظة البحر. والبرنامج زي ما شايفين حضراتكم احنا بننفذ فعالياته، زي ما شايفين حضراتكم في استعداد حاليا لفرقة قنا للإنشاد الديني اللي هي مشرفانا النهاردة في مدينة الغردقة طبعا. وفي فعاليات بتكون عبارة عن محاضرات وورش أونلاين. المحاضرات وورش الأونلاين دي بتكون عبارة عن فيديوهات بتسجل وبتنزل على صفحة الفرع وبتشاف من على صفحة الهيئة العامة لقصور الثقافة. والآن إلى أخبار الرياضة. تأهل محمد السيد لاعب المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة إلى أولمبياد طوكيو القادمة بعد إحرازه ذهبية بطولة أفريقيا المقامة في مصر بالفوز على بطل مالي بنتيجة 15-7. وتقام البطولة على مدار يوم واحد فقط لجميع الأسلحة وفقا لما قرره الاتحاد الإفريقي للعبة، وتشهد إجراءات احترازية مشددة على جميع المشاركين للوقاية من فيروس كورونا. انطلق ملتقى تحدي الثالث لألعاب القوة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وشمل لقاء تحدي العديد من المسابقات المختلفة مثل الزانة للسيدات والوثب الطويل للرجال والسيدات والجري مسافات مختلفة. ويعتبر لقاء التحدي فرصة قوية للعديد من لاعبي المنتخب الوطني لتحسين الرقم الشخصي ولتحقيق الرقم المؤهل لأولمبياد طوكيو. هو اللقاءات دي عاملينها مخصوص عشان خاطر يعني دايما في رمضان اللعيبه بتنام شويه، يعني طبعا صيام ويعني وعادات وفطار وسحور، فبنعمل اللقاءات دي مخصوص عشان ما يناموش ويبقوا على اساس بعد رمضان يكونوا ايه يعني جاهزين. انا بلعب ايفنت وثب طويل بيتقسم لاربع مراحل، الاقتراب والارتقاء والطيران والهبوط. دي من العاب المضمار. النهارده كانوا عاملين ملتقى علشان لو حد حابب، يعني لو حد امكانياته تقدر ان هو يجيب رقم تاهله للبطوله العربيه او البطوله الافريقيه او الاولمبيات ان شاء الله. والنهارده مش بطوله جمهوريه، هو ملتقى لقاء تحدي، ده لسه معمول جديد اول سنه يتعمل، وده اللقاء الثالث. اللقاء الاول كسرت فيه رقم مصر في 800 متر، وده اللقاء الثالث. عملت تقريبا 2-12، عدلت الرقم بتاعي يعني على ما اتوقع. الحمد لله الملتقى، يعني هي الملتقيات عامه فرقت معانا كتير قوي في تحسين الرقم، وان احنا كل مره بنتحسن وبنحسن من رقمنا، والهدف بقى يتحسن الحمد لله بطريقه بسرعه جميله. قبل كده كنا بنلعب تقريبا بطوله القاهره والجمهوريه 2 بس في السنه، درع وكاس.
دلوقتي احنا عندنا كذا تجربة وكذا تحدي، والموضوع فارق معنا كلنا جدا، في ارقام كتيرة بتتكسر، واحنا الحمد لله في انجاز كل يوم الحمد لله، وبنتمرن احسن وفي هدف كل يوم بنلاقيه، فالحمد لله ربنا كرمنا وبيكرمنا دايما الحمد لله. هو انا لعبت 100 و200، متأهلة لأولمبياد طوكيو بإذن الله في 200 متر، صاحبة الأرقام المصرية وبطلة أفريقيا وعرب. النهاردة كان يعتبر إيفنت جديد لعبته 300 متر، طبعا هي مش لعبتي أو هي مش لعبة رسمية بس حاجة جديدة، والحمد لله عملت رقم كويس جدا. يواجه فريق أسوان نظيره الجونة في 9:30 مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر. وتأهل أسوان لهذا الدور عقب تخطي عقبة سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور 32، بينما فاز الجونة على كيما أسوان بستة أهداف مقابل هدف في نفس الدور. اقتصاديات أفضل من أجل أولادنا وأحفادنا وكي ننتعش جميعا، ليس الآن فقط وإنما أبعد من الأجيال القادمة أو الجيل القادم. علينا أن نستثمر في الاقتصاد النظيف. الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الاستثمار وبتنمية الاقتصاد هنا والتواصل مع الأسواق في العالم. مثلا نحن نطلق شراكة عالمية لما يسمى بالبنية التحتية الذكية التي تولد وظائف جيدة عن طريق دعم البنية التحتية الجديدة هذه في دول أخرى. هذه الشراكة ستكون جيدة لنا جميعا. اليوم يسرني أن أرحب بنظيري من أسبانيا، نظرائي من أسبانيا والجزائر، وللتحدث عن أفكارهم بالشأن الرد المناخي. سينضم إلينا قادة من العمل والنقابات، سيتحدثون عما يجري في مجتمعاتهم، ويسرني أن ينضم إلي الوزير بوتيجيج وأيضا جينا ماكارثي رئيسة مجموعة العمل الخاصة بالمناخ. أتطلع لحديثهم وإحراز المزيد من التقدم اليوم. شكرا. It is now my pleasure to introduce the Prime Minister of the Kingdom of Spain, Prime Minister Sanchez. في فرنسا قتلت شرطية في هجوم بسكين في فرنسا، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطية تعرضت للطعن عند مدخل مركز للشرطة في رامبابوي، وهي بلدة تقع على بعد 57 كيلومترا جنوب غربي باريس، مضيفة أنها توفيت متأثرة بإصابتها. وأوضحت أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه. مشاهدينا، إلى ختام النشرة وتذكير لأهم ما جاء بها من عناوين.
السيسي وبوطن يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فيها الغردقة وشرم الشيخ. تشيع جثمان الرئيس التشادي وماكرون يؤكد أنه لن يسمح لأحد بتهديد أمن أنجمينا. الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية لإصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي. وختاماً نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد 11785 معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. الشكر موصول من زميلتي نهى درويش ومني آية لطفي على طيب المتابعة. إلى اللقاء.